حكم بالاعدام المتهمين بقتل الحمد لله والشكر لله. عرس نجلان النهارده احلى عرس في الدنيا. كلمه تقولها لنا، كلمه قدام الناس كلها، كلمه تقولها لنا النهارده. الحبايب كلها جايين يباركوا لي يا نجلاه، يا بطه يا حلوه، الحبايب كلها جايين لي. بس خلي بالك لحد وواقفين معانا من اول يوم عرفوا بيه يا نجلاه. الحمد لله، سابنا الحمد لله والشكر. بص يا حاجه، الف الف مبروك يا حاجه، يعني نصر لكل الاسره ولكل لكل الناس. رجوع الحق، رجوع الحق. كلمه عايزك توجهيها بعد حكم الاعدام على المتهمين بقتل بنتك. الحمد لله والشكر لله، احمدك واشكرك يا رب اللي حج نجلاء رجع لي بالسلامه، والنهارده فرح عرس نجلاء، 5 رمضان عرس نجلاء. قلت النهارده زفافني 5 رمضان، والحكم على المجرمين اللي ظلموك يا نجلاء، خدوا اعدام النهارده. الحمد لله والشكر لله، حجك رجح ثالث ومثلث بفضل ربنا وفضل الناس المخلصين. احكي لي يا حاجه، احكي لي لحظه النطق بالحكم، يعني كان مشاعرك ايه بالظبط؟ انا ما كانش، مش عارفه اوصف لك الفرحه اللي جاتني. يعني انا نطيت على الارض اسجد الاول لربنا. هي كانت اول فرحه بعد اذنك، كانت يوم الحلقه اللي فضلت المفتي. لان احنا عشان لكن النهارده الحكم البات، يعني النهارده الحكم البات. ما شفتش نفسي وانا بسجد الارض ازاي؟ نطيت مره واحده سجدت، والحاج كان بيشدني، قلت له انا هسجد الاول لربنا عشان جاب لي حاج نجلاء. والفرحه لا والله انت وعدتني من اول يوم، والحمد لله من اول يوم جاني في الاوضه ده هي، وقال الاثنين اعدام والتاني 15 سنه. طبعا يعني المتهم الثالث 15 سنه عشان حدث، يعني حدث. كان نفسي الثالث ينعدم. لا بس هي راضيه ليه؟ لان نورهان اللي كانت بتقعد على سريرها، ونورهان اللي كانت بتاكلها وتشربها، هي دي المجرمه. هم الاثنين خدوا اعدام. محمد عشماوي ده، وبقيت تقول ايديا دي تتشل، اللي هي قدمت لها اي حاجه كانت شربتها ولا كلتها عندي. ايديا الاثنين دول كانوا اتشل اهو. كنت بقول له على طول حاجه، يعني المشاهدين بيسالوا على الموضوع. نجلاء يعني ضحيه الغدر، صاحبتها اللي هي يعني قصدك اصدقائها، كانت لسه فتره معاها، في اليوم ده فطرت معاها وما كملتش نص ساعة وجتلتها، وكانت بتترجاها تقول لها انت يا نورهان انت، انا مش عايزة اجيب سيرتها على لساني. قال لها هي مجرمة وسفحة هي والثلاثة. حصل كذا مشهد، عشان بس المشاهدين اللي مش عارفين القصة، الشهيده نجلاء عامله جروب للخير اسمه ذا جيرلز اوف كفر الدوار، مشاركه فيه، وفي جروب تاني اسمه بينكي ستور. الجروبين دول اعمال خير كانت بتعملهم، الشيطانه توصلت ليها من خلال الجروبين دول من 4 سنين. حاولت تتقرب ليها، ان هي شافت الشهيده نجلاء ليها جماهيريه. على فكره الكلام اللي بقوله لكم ده كان في مرافعتي في المحكمه، كمان لقيت ان ليها جماهيريه كبيره في محافظه البحيره وفي منطقه كفر الدوار. ظنت ان هي ما تقرب منها، ان هي ممكن تاخد ايه الجماهيريه. فما قربت منها، اللي هم اصحاب الشيطانه بقوا يقربوا من مين؟ بقربوا من نجلاء، عشان نجلاء وشها سمح، وبتحاول ان هي بكل الطرق ان هي تسعى ترضي الناس كلها باعمال الخير، عشان كده تلاقي الدنيا كلها واقفه على رجل عشانها. فاما لقيت ان المخطط بتاعها كل يوم بيفشل، ان هي مش عايزه تشوفها، قالت كده، مش عايزه اشوفها في وشي. دبرت لها من شهرين، ابتدت تخطط للجريمه البشعه اللي انتوا سمعتوا عنها، ان هي خلصت عليها. جابت الاثنين متهمين، اقنعتهم ان في خلافات بينها، وعايزه ليها فلوس وتاخدها، وانا عايز اخلص عليها، فانا اخدها في توك توك. تمام، انا اخدها في ايه؟ في توك توك. المهم فشلت العمليه، لان ما خدوش المخدر، ما شربتش المخدر. فاللي حصل، اضيف حاجه بس هشام بعد اذنك في الحته دي، هكمل بس. لا هضيف حاجه بس قبل الجزء ده. بص حضرتك، هو عارف، عايز اقول لك ان في المول نفسه، انا يمكن انا رحت صورت في المول وشفت وخدت
شاهدت الشهود بتاعت الناس. اولا هي طالعه المول الساعه 11 صباحا اخدين كيس الاكل. لا بس كانت هتدخل كده اثنين بيتكلموا مع بعض مش هينفع. لا كده ما ينفعش. واحد بس واحد اخده الاكل اخده الاكل معاها في كيسه والكاميرا مصوره الشهيده ومصوره نورهان المجرمه وطالعين بيها فوق وقعدوا مع بعض في المكتب وفطروا وتصور الكلام ده ولبست الروب الابيض وكانت لابسه الكاب بتاع الشهيده نجلاء ولابسه هدومها والشوز بتاعها. يعني 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 ممكن الحاجه ممكن تدينا تفاصيل اكتر عن يعني اللحظات الاخيره قبل نجلاء اصلا ما تتوفى قبل ما يعني ما تستشهد. عرفيني كده ايه اللي حصل يعني اليوم الاخير في حياه نجلاء مع قبل صاحبتك قايله لك انا رايحه فين ولا رايحه الشغل عادي رايحه الشغل طبيعي وحطينا الفطار وتعالى افطر يا نجلاء قالت لي انا هنفطر مع سوسو ومين دي شرية هفطر مع سوسو يا ماما قلت لها طب روحي انت يا بتاعت سوسو تمام راحوا من قالت لي طب عايزه حاجه يا ماما قلت لها لا عايزه سلامتك قالت لي طب باي وعلى تليفون ما شفتهاش بقى. انت قلتي لي قبل اللايف اللي كانت هي اصلا يعني انت كنت حاسه اللي في حاجه مش طبيعيه يعني حاجه كده نفحات غريبه كانت بتجيلك قبل كده لما انت قلتي لي اللي هي كنت انت عارفه اللي ممكن اصلا يعني ما كانش الوضع طبيعي في اليوم ده. لا 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 هي ماشيه عادي خالص ما كانش في حاجه متغيره فيها خالص بس ودعتك يا استاذ هي كل يوم بتقول لي ده كان وضع طبيعي يعني كل يوم باي باي دي كل يوم كلنا تطرقنا.